السلام عليكم. الدوري الاسباني مشتعل وصراع برشلونه وريال مدريد ما زال مستمر ولا ينتهي. يتساوى برشلونه وريال مدريد في النقاط وبيتصدر برشلونه الدوري بفارق الاهداف بس. بنزيما بيهدر للمره الثالثه وفينيسيوس بيسجل لريال مدريد وتعثر ريال مدريد الاول في الدوري بتعادل مع اوساسونا. اما على الناحيه الثانيه فبينجح النادي الكتالوني ان هو يفوز 1-0 على مايوركا. سجله كالعاده النجم الهولندي روبرت ليفاندوسكي وبيخطف 3 نقط ثمينه للبلاوجرانا. هنعرف كل التفاصيل واخبار الفريقين، بس اوعى تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل الأخبار الجديدة. يلا بينا. توقفت سلسلة المرينج ريال مدريد المتتالية من بداية الدوري، شكله أخد عين الفريق ده وبتقف عند 6 مباريات متتالية وبيتعادل مع أوساسونا 1-1 في الأسبوع السابع. سجل هدف ريال مدريد الوحيد النجم المنطلق اللي محدش عارف يوقفه فينيسيوس جونيور. النتيجة دي بتخلي ريال مدريد في المركز الثاني بس بفارق النقط بس برصيد 19 نقطة، وبيحتل أوساسونا المركز السادس ب 13 نقطة في انطلاقة مميزة جدا ليه في الموسم ده. ريال مدريد بيتعادل للمرة الأولى في الدوري الموسم ده، ولعيبة ريال مدريد زي ما أنتم شايفين كانوا دون المستوى، ما كانش في لعيب في حالته الماتش ده. طبعا بنزيما كان بعيد عن مستواه جدا بعد رجوعه من الاصابه، ولكن ما نلومش عليه. وكمان شفنا رودريجو بيضيع انفراد وهدف مؤكد جدا مع تضييع ضربه الجزاء والجون اللي جابه بنزيما واتلغى، وشفنا كمان طرد لاعب من اوساسونا. ورغم كل ده ريال مدريد فشل ان هو يكسب في اللقاء ده. تحس ان لاعبين ريال مدريد ما كانوش جاهزين ولا ذهنيا ولا بدنيا. التوقف الدولي اثر على فرق كتير جدا وتقريبا كده من ضمنهم ريال مدريد. كمان ما تنساش غياب كورتو اللي ريال مدريد كان اعلن عن اصابته بعرق النسا، وريال مدريد قال ان كورتوا هيخضع للمزيد من الفحوصات علشان تقييم حالته بشكل نهائي. بكده كريم بنزيما بيكون اهدر للمره الثالثه قدام نفس الخصم في الدوري الاسباني اللي هو اوساسونا، والثلاث مرات كلهم في 2022. كمان النجم الصاعد تشاوميني لما اتسال عن الرقم الكبير اللي هو مدفوع فيه وكمان عن مقارنته ببوجبا قال ان مش انا اللي بضع الارقام وان هو مش بوجبا الجديد، وانه بيحاول يجتهد ويطور نفسه كتير جدا، وانه نفسه يكون في التشكيله الاساسيه ونفسه يشارك في كاس العالم. يا ريت تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات في ريال مدريد. ونروح لبرشلونه. برشلونه بيفوز على ريال مايوركا 1-0. سجل الهدف النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي في الدقيقه 20 علشان يرفع رصيد برشلونه ل 19 نقطه، طبعا بالتساوي مع ريال مدريد، ولكن برشلونه بتصدر الدوري بفارق الاهداف وبيقف رصيد مايوركا عند 8 نقط بس. طبعا برشلونه كان اهم حاجه عنده 3 نقاط، يعني الاداء دلوقتي مش مهم خالص في ظل الاصابات الكتير اللي عنده دي. طبعا برشلونه هو اكتر نادي متضرر من التوقف الدولي بسبب كميه الاصابات اللي جت منه، وعلشان كده شفنا الابقار المقدسه في التشكيله الاساسيه بيكي وبوسكيتس وألبا في التشكيل الاساسي لبرشلونه، وروبرت ليفاندوسكي بيسجل للمباراه السادسه على التوالي من اول 7 مباريات ليه في الدوري الاسباني، والرقم ده ما اتحققش منذ برودن مع اتلتيكو مدريد في 1940، وجيرارد بيكي بيعمل رقم قياسي وبيعدي رقم كارلوس بيول القائد السابق لبرشلونه بوصوله للمباراه رقم 393 بقميص نادي برشلونه، وبيحتل المركز الخامس في قائمه الاكثر مشاركه بعد نيستا وبوسكيتس وتشافي وميسي بالترتيب كده من الرابع للاول. وتيري تشيجن بيعمل رقم قياسي هو كمان، يعني هجت عليه يعني، وبيتخطى رقم الشخصي وبيحافظ على نظافه شباكه لمده 500 دقيقه متتاليه. وخافير اجر فاكرينه مدرب منتخب مصر ومدرب مايوركا حاليا، دي الخساره ليه رقم 14 على التوالي، بيخسر قدام برشلونه ومن 5 انديه مختلفه. ده انت نحس بقى، ويلعب في الديربي يوم الاحد اللي جاي 9 اكتوبر. يا ترى مين هيكسب في الكلاسيكو وهيعتلي الصداره، هل برشلونه ولا ريال مدريد؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، هتابع كل تعليقاتكم وهرد عليها. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الاخبار الجديده. سلام.